بس عارفه يا زينب، الست اللي اسمها كوثر دي خطيره جدا والله. شفت عرفت ازاي ان احنا متجوزين جديد؟ ست عجيبه جدا. ولا شفت لما كانت بتتكلم مع الجماعه اللي لابسينهم صباح؟ لا 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 لا، الحكايه بجد، الست دي بتعرف صح ولا ايه؟ ممكن. مالك يا زينب؟ انت تعبانه؟ انا ممكن اقعد النهارده ما انزلش. لا لا، روح شوف راك ايه. ده ربنا سبحانه وتعالى قال: وكل اعمله فسيرى الله اعمالكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. طيب انا مش هغيب عموما، هدفع بس تامين العربيه والتاني جاي. انت هتروح لام صباح؟ انا هحضر الغدا الاول واروح لها. طيب محروس. خد بالك من نفسك بقى. حاضر. انا عايزك انت اللي تاخدي بالك من نفسك. حبيبتي الحمد لله يا رب رزقتني بملكة جمال وعندها الإيمان ده كله في قلبها. طب أعمل إيه؟ وأروح فين؟ ربنا يخليك ليا يا زوزو. يخليك يا محمد. أقول لك معايا هريسة؟ حبيبتي يلا. شفتي؟ نسيت المفاتيح. انت اللي يبص في عينك ينسى نفسه. يلا حبيبتي، السلام عليكم. صباح الفل يا باشا. معلش اني بكلمك في البدري. ربنا يوسع عليك، ما يأمر عليك ظالم. بقول لك يا باشا، مفيش شيلة جامدة كده عطرتوا فيها كام ساعة اللي فاتوا دول؟ ست ودي اتمسكت بإيه؟ لا اترمضوا لي إيه؟ لا لا لا، مش هي. ماشي يا عمهم، صباحك رزق إن شاء الله. بس والنبي لو ظهر قدامك حوار زي اللي لغيتك عليه ده بقى لغيني. ماشي، احنا ميعادنا اول الشهر ان شاء الله. سلام يا عمو. الف سلامه. بقول لك ايه يا عمو انسي، هو اللي انت كلمته ده بيخدم فين؟ في مكتب المكافحه ذات نفسه. سكة من اتنين يا راشد ملهمش تالت. البت دي طمعت في الحاجة وهي في القطر، الشيطان وزها وقالت تخلصها ملاك نفسها. السكة التانية تكون متفق مع البت دي وعايزين تأكلوني اللي ما يتاكلش. لا، وعهد الله اللي في دماغك ده ما حصل. ولو فتون هي اللي عملت كده يبقى ضربتنا على عيننا احنا الاتنين. مش مصدقك بس ماشي. انت كده كده بتاعي لحد ما اتاكد انك ما بعتنيش للبنت دي. وهجيبها هجيبها هجيبها، كيس واحد من اللي معاها يطلع. ولما اجيبها هي اللي جابته لنفسها بقى، هعمل لها ايه؟ ماشي.
أنا مش هفكك غير لما ترجع. امرح، عايزك تبرطع. سلام يا برنس. منك لله يفتون، منك لله يفتون. أيوه حاضر. أوف. صباح الخير. في هي الساعة كام؟ دخل على 10. تقول لي جايبك يا فتون الساعة 10 الصبح؟ خير؟ ايه قلة الذوق دي؟ هو انا كنت بايته في حضنك؟ طب والله العظيم انا ما نمت من امبارح. ما نمتيش من امبارح؟ طبعا، ما هي دي الشغلات اللي بتنيم الناس وش الصبح. طب بذمتك مش الشغل عند فاضل كان احسن وانضف؟ على الاقل هو فنانة راحت، الفنانة جت، بدل الرجوع وش الصبح ومحدش عارف جايه منين. هي الامخاخ الوسخة اللي زيك دي هي اللي بتفكر كده. يا اخي انا كنت في قهوة في وسط البلد قاعدة على كرسي خشب لحد ما عظمي نشف. ما عندكيش حاجة اصطبح بيها. هو انت ما عندكيش دم؟ اصطباحت ايه؟ اللي يخلي واحدة زيك تسيب بيتها وتروح تبات على كرسي في قهوة في وسط البلد؟ تصدقي وتأمني بالله انا غلطانة اني اول ما فكرت اروح لحد جيت لك انت. ما انت عيلة الا وهتودينا في داهية. اوديكي في داهية؟ واضح من كلامك انك عاملة مصيبة. خير يا فتون؟ في ايه؟ هاتي من الاخر. اسكتي يا بنت، انا عملت غرزة شقاوة كده بس هتنقلني نقلة تانية خالص، بس هي محتاجة شوية تظبيط. هتعملي لي قهوة ولا لا؟ طبعا اعمل لك احلى قهوة يا حبيبتي من عينيا طبعا. والغرزة اللي حضرتك غرستيها وجاية بيها غرزة شمال؟ شمال الشمال. انا كان قلبي حاسس انك ما بيجيش من وراكي غير الغرز الشمال، بس خلي بالك يا فتون، الشمال بتاعك بيجيب في رجليه البوليس اللي بيجرجرنا على الاسم ويبهدلنا. خلاص يا فتون وقولي كنت جايه وعايزه ايه. انطقي يا زفته. عايزه ايه؟ هو بعد اللي انت قلتيه ده انا هقول لك حاجه؟ ده انا هفكر اذا كنت احكي لك ولا ما احكيلكيش. اصل الموضوع ده عايز قلب جامد وحد ما بيهموش حاجه. وبعدين انتي لا مؤاخذه يا غنوه يا اختي، مالكيش غير في الحنكره والبسباسه. لا يا حبيبتي، الشغل ده انتي اللي تعرفيه. انا اخري اشرب كاسين واسكر. اوكي، اخد لي سجارتين فيري جود، وممكن اخرج واتبسط لي يومين، اعمل شوبينج حلو واتبسط، بس ما اخدش فلوس. حد الله ما بيني وبين الفلوس، والحكومه ما بتحاسبش حد على انه بيصاحب. انا عارفه انت بتبصي علي عشان خدت فلوس من فاضل ده لاني شغلتك عنده. مير يعني زي اي سمسار يعني. من الاخر كده انا عوم على وش الفت، انما غوص فيها نو. اوكي، تصدقي انت بوظتي الفته على اللي بيحبوا الفته. عندك حق، انت مالكيش في حاجه خالص. ايوه، ما ينفعش في ايه؟ ما تخلصي يا فتون وتجيبي اللي في بطنك بدل ما انت معلقه لي الطعم في الهوا كده. انجزي وقولي عايزه ايه. انا اتخطفت من 3 ايام. اتخطفتي؟ مين اللي خطفك؟ فيك ايه يا بت؟ انتي جسمك مورم كده ليه؟ ما تنطقي. لا، ده انتي دماغك بتدور فيها حاجات كتير قوي وغويطه لدرجه انك مش سامعاني اساسا. سامعاكي. امال في ايه؟ ما تنطقي. في ان انا كنت عايزه حد يفكر معايا. أنا ما ينفعش أغلط، أنا مش هتربى عليا الدنيا أكتر ما هي متربقة.
أنا مش فاهمة حاجة يا فتون. ولا عمرك هتفهمي حاجة. مش مهم. لو حد سألك عليا أي حد، أنتِ ما شفتنيش يا أختي. آخر مرة شفتيني وما كنا في الاسم. ماشي. سلام. سلام يا فتون.